السلام عليكم يا الله شو حكم الله فيديو جديد يا سيات ياسين اتاكا الو شباب استخف شو يا اخي نايمين ايش الكسل هذا نايمين ايش الكسل هذا شو احنا اليوم جايبين يا اخي مره اسمع لك السبب الوحيد لانك عم تفيني انا اوتاكو انه رح نتحول لنينجا غير سبب ما رح اقبل رح نتحول لنينجا مستحيل يا سيات مستحيل عرفت كيف عرفت؟ والله ما بعرف كنت نايم انا بعد نايم بحلم شو هالنطاط لا من الطيسين وانا وين نطاط لا والمشي بعد شايفين المشي بس ياسين انا ما عرفت كيف عرفت؟ كانت مفاجأة اوكي شباب عفونا عفونا من هذا الكلام تعال انزل الجو خلي جوفكم هنا مو بس النطاط والمشي راح يكون عندنا تعال 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 اضغط هنا اضرب هنا اضرب هنا دروع كمان ياب شايفين الهدوم حق النينجا مالتنا شايفين اسطوري شباب لسه في عندنا اسلحة مرة اسطوري بس امشي شباب شو ايش فيك ما ادري اتنفس شباب لا بس اقنعتني صاروا يوم حط بس واحد وتوك تصلى عندك واحد ما تحتاج طب سؤال عندي سؤال هلا يا اخوان طب هلا انت وتاكو من مسكين واختنت طب تخيل بدك تلبس ماسك تبع كورونا هلا نطلع لبرا واو رجال خلاص الله يرحمك وتوك اشوفك ان شاء الله والله تخش نينجا اشوفك شباب اهم شيء هسه قبل هذا كل المتابعين اللي يحبون يصيرون نينجا يضغطون لك لايك بدها تحول يا بالضبط اي واحد راح يضغط لايك راح يتحول لنينجا يلا شباب تعال ناخذ اسلحه تعال عندنا سلاح واو اسلحه وحركات في سلاح يا شباب دوروا علي المفروض في عندنا سلاح اخذ ذيته هون لا لا واحد ما اخذ يا رب كري لحظه خليني اصعد وين مكان السلاح هذا السلاح هون 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 كفو بس مو مبين ليش هيك مكان خادع يا شيخ خذ اكثر من واحد يمكن ينكسر ما بتعرف شو بصير اوكي اخذت ثلاثه كافيين احمد تعال تعال شوف هون في شغله اسطوريه اكبس ترى تكليك هون لا سلاح يا عبقري ليش عبقك سلاح يا راح رجعني ما انا كمان تبعي وسخته يا رجال وسخته ما شاء الله يا رجال مره عندنا اسلحه كثير مجانيه تعال شباب خلي اشرح لكم على المهمات اوكي هنا المعلم مالتنا انا اشرح لي كل شيء قبل ما تجون انتم اوكي فايش قال لي تاخذون المهمات من انا ولما تاخذون المهمات من هنا تروحون تسوون المهمات راح يكون عندنا 3 مهمات عشان نخلص من كل الزومبي اكو وحوش كبار اللي هم القاده مال الزومبي كلهم 3 اوكي هذول الثلاثه اذا نقتلهم راح نقدر نحرر العالم من كل الزومبي الموجودين يا شباب وراح تكون عندنا فلوس راح يشمروننا وهذه الفلوس يا الله كيف فلوس قد فلوس كل واحد راح نقتله راح نحصل من عنده فلوس هذه الفلوس يا شباب راح نجي هنا نقدر نشتري فيها اشياء مره اسطوريه بس ما راح اقول لكم لا 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 حد يروح شوف لما نقتل البوس الاول يصير عندنا فلوس كافيه نروح هناك ونشوف الشغلات هذيك عشان تساعدنا نهزم البوسات الثانيه الموجودات اوكي او ماي جاد تحمست يلا تعالوا يلا تعال خلينا ناخذ مهمه انا راح اضغط على مهمه اوكي شباب انا فهمت المهمه اللي طار ياها المعلم حقنا يا شباب لازم المهمه الاولى راح تكون سهله مره سهله يا شباب راح نروح للمركز مال الشرطه في ماكينه هنيك عطلانه لازم نصلح هذه الماكينه مره سهله وسريعه وخفيفه وراح تجيب لنا فلوس زين بس طيب وين لسه البوسات يا شباب بعد المهمه هذه هسه اول شيء لازم نسوي الماكينه عشان الماكينه تفيدنا شنو تقلل لنا الزومبي اكثر عارفين كيف يا اوكي احمد ايش في طلع هون شوفي اول شيء اكبس على هيك بسيمين وبيعطيك كمان هيك شغله اوه ياب هذه بنزين اكيد هذا نستفاد من عنده شغل الماكينه العطلان خلينا نروح على المكانات اللي اعطانا اياها المعلم نصب لنا اياها هنيك عشان نقدر ننتقل عليها اوكي خلينا نروح هذه للبوليس تضغطوا على هذا الزر اوكي تعال الله عليك هلا شباب شايفين جوا هذا البوليس ستيشن اوكي هسه هنا لازم نلقى خانة الحبس موجودة قريبة على خانة الحبس الماكينة فلازم ننزل هسه يلا منين ننزل؟ دير بالك في مكان ننزل ما نموت من عند سوري سوري نحن نينجا لا نموت ولا نموت؟ لا نموت الحمد لله لا نموت حبوكس الله يرحمك يا شيخ والله انزلت شباب حبوكس انا وعدت كمان بجد اصلا بدي فلوس انا بساعدك الله عليك احنا لازمنا فلوس اصلا يا اتاكو ياب لازم بس هذول كثير اتاكو غريب يا اخي اهرب يا شيخ اهرب انا بموت جلدتهم كلهم يا حبيبي سوري تعال اسعدوني مجدود كفو حبوكس انا بالاخير انتموا علي كلهم خلاص اوكي خلاص جلدتهم بقى اخر واحد كفو كفو شباب اسمعوا يا اخوان اسمعوا نحن نينجا لازم تطلعوا اصوات غريبه هون فينا نحط يا هلا بقول لكم شباب شايفين هذه الماكينه تحطون بها بنزين شغلوها ليش ما حشغلها شغلتها كفو يلا جربوها توكو
اموت قاعد اجيب الزومبي عليه لا كنا جبنا الزومبي عليها عشان يقتلوا. اه انا عندي فكره تعال 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 راح اجيبهم شوف تفرج. لا طفت يا رب شغلت شوف كيف تجلدهم شباب شايفين. والله يا اخي الفخاخ مره اسطوريه يا شباب شايفين على مود هذا لازم نصلع كان جلدت انا فيه. شباب خلينا نبطل اللعب خلينا نفوت نكمل المهمه حقتنا شباب. وين بالزنازن بالخانات حق الحبس. اوه في موارد هنا نقدر نستخدمها بعدين. اخذوه انا اخذت منهم بس ما كنت اعرف شوف. لا هذه اوتاكو هذه الموارد نستفاد من عندها بعدين نحرر بيها شنو نفتح بيها الشوبات. اوكي نفتح بيها المحلات. يابي يابي تعال شوف لقيت تحت المكان. تعال تحت مجاري. اوه ندخل تحت المجرى. اوه كيف حرفيا كان زنبنا كل هالوقت يا اخي. بس لحظه كيف راح نروح على الحبس من هون يا شباب كيف؟ اتوقع هذه دمج دير بالكم يدمج. انا دمجت يا شباب. نصعد من هون يا شباب. شباب نحن لانه نينجا ما بصير انه نفوت على شو اسمه من الباب لازم من تحت الارض او فوق. طلع السجن شباب. اجلد كل شيء خلص. وصلنا على السجن. صدق ليش مبسوط انت هذا السجن يا شيخ؟ والله ما بعرف اصلا انقذ واحد يا اخي فانا متحمس. شباب ايش رايكم انتم دائما يعني ايش تفكرون وين يكونون يحطون الزنزانات اوكي حق المساجين؟ بقلب السجن يا عبقري. يب بس وين يسار يمين اليمين على اليمين هياته شباب. وين الماكينه شباب ما بعرف يا ماكينه وين هي. لقيتها الماكينه اللي عطانا يا اوتاكو. لا اوتاكو لازم ندخل لها نشوف انه مكان ندخل من عنده يا اوتاكو ما نقدر نروح عليه. هذا مكان هذا يا بيبي خلاص انا نينجا تقليدي اوكي لا اوتاكو نينجا تقليد بعد كيف اوكي شباب انا شايف هذيك المهمه حقتنا طلعت لي بلون اصفر. ايش هذا كيف هذه بنت متحول هي بوس يمكن خفيفه يا بوس صغير هذا يمكن اوكي من شباب مهمتنا قدام على اليمين مباشر ذيك قدامي انا صايره بس منين ندخل لها بالضبط لازم نلقى مكان سهم في سهم لشو سهم وين يوديك اوكي لفوق طيب لا ما اظن هذا مو سهم هذا بس بحكي انه هذا طرد يعني اوكي خلينا نشوف طريق هذا السهم هنا شباب هذا السهم يا ثواني كفو اصعد بليز اوكي لا شباب هذا بوس ما بعرف يا اخي هذا اصلا هذا بوس بيشبه اوتاكو يا اخي كانه اوتاكو قدامي ويري صار لك ساعات يجلد يا شيخ تعال مين دخل احلى شيء احمد ايهني انا معك ايش في احمد انت عم بتنطنط فوق وتعمل انك عم تعمل حركات اندرس عم تمشي لقدام ايش تسوي لازم تحسس الناس انك نينجا عارف كيف العفو احنا اصلا نينجا اوكي لا ما احس مين مع بنزين شباب هذه شغلوها شغلتوها لا هي اذا شغلها لازم نصلحها شباب لازم نصلحها وين المواد مالتها في حدا عند المواد حقتها هذا بنزين هذا بنزين ترس بنزين يا بي بنزين صار كفو راح سوني الله ليك تصليح جوتسو يب صلح طلع لي كفو اجلدوا هسه كل الموجودين يا شباب ولسه لازم نصعد فوق في شغله ثانيه اوكي هلا تك والله صعب طيب صلح تعال شباب هذه شو اسمه اتاكو حبوكس هذه وحده من الاغراض اللي نحتاجها عشان نصلح الماكينه اللي جوا تعال طيب اذا هيك هذا اشتغلت المفروض هسه لحظه اشتغلت الكاميرا خلصت المهمه يا شباب حصلنا المصاري ايش المصاري قديش طاقم فلوس انا اعطاني 31 كفو وانا اعطاني 30 كفو خلاص خليهم عندكم عشان بعدين نقدر نفتح بيهم كل المحلات ونقدر نشتري الشغلات الاسطوريه خلينا نرجع هسه بس يا شباب للكامب عشان ناخذ المهمه الجايه عشان نروح نجلد بوس هالمره يلا عسري خلاص شباب بما انه خلصنا المهمه الاولى على نجاح وخير يا شباب هسه بعد قدامنا مهمتين نجلد البوسات هذول كلهم من الثلاثه الوريين يب 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 اوكي خلينا ناخذ المهمه بس على السريع شباب
انا عرفت المهمه فهمتها من المعلم يا شباب، تعالوا تعالوا تعال على السريع، لازم يشرح لنا، لازم نروح للمستشفى نقتل الوحوش اللي هناك، واحد من الوحوش اللي نريد نقتلهم احنا ونحرر الهارب الموجود هناك، خطير المسكين الوحيد اللي ظل هناك عايفين اخيرا رح نسلد. يلا يا اخي اسمع لعلك، هو انا اتوقع حب سوى تاكو، تعرف ليه؟ اه ليش؟ معقولة؟ لأنه أوتاكو ما لعم يدافع عن الكوكب، لازم يدافع عن كل الكوكب، مو أنت ليه؟ يا رجال أوتاكو شي يصير يا رجال، كل الكوكب لازم يدافع عنه يا شيخ. أوكي أوكي أوتاكو خلص هاي مسؤوليتك منه هيك يا شيخ، خلينا ننزل. ساعدوني ساعدوني بس ساعدوني. أوكي يلا مو مشكلة خلاص. تدلل تدلل شباب، والله لقيت الطريق يا شباب، تعالوا علي. أخيرا تعالوا، لقيت الطريق يا ابن، لقيت الطريق يا شباب، تعال تعال على السريع. الله ليك جيتك. مين تفشني؟ مين تفشني؟ شباب لازم نقفز هنا، اوكي شايفين كيف؟ خلاص دخلنا، يلا تعال تعال على السريع، يلا على السريع يا شباب. حاول حاول نعبر كل هذول الورعين يا بهذا المدخل يا اولد بيلدينج، مباشر لازم نطلع. شباب راح اموت الحقوني، مباشر مباشر. شو 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 لحظة لحظة، هي مباشر بس ندخل جوا ولا كيف؟ هنزل في زحف. انت بتنزل تحت؟ لا 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 توكو، انا لقيتها هذه من هين من هين من هين الطريق على البناية القديمة، انا اصلا رحت للبناية القديمة دخلت عليها. طب جينا جيت ثاني، استنى علينا مشان يلا تعال تعال يلا تعال تعال تعال. ايش هذا؟ ايش هذا الجرذ؟ جرذ كبير، جرذ زومبي توكو. ايش لده؟ او ماي جاد، جلدت والله جلد شباب، هذا واحد من البوصات جلد نامك. والله احنا قويين يا شباب، خلاص خلاص الله عليك. اخيرا لقينا المكان يا شباب، وصلنا له. انا ما شايف صراحه، هذا هذا شباب، تعالوا تعالوا تعالوا، شايفين شايفين لا دخلتوا مره انا. كيف طيب شباب، كيف دخلتوا هيك على السريع السهله؟ ايزي دخلت انا بعد. ايش هذا؟ هذا جميل، هذا نفس اللي منظر زي جلد. انت جلدت لو انت انجلدت يا حبيبي. انا جلدت، انا جلدت. يلا تعال 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 شباب، شباب انا شايف قدامي مباشر المهمه حقتنا. اوكي هذه هذه المهمه، وبعدها خلاص اخر مهمه تكون ونكون خلصنا وحررنا العالم كلهم، والباقي كل ذول الزومبي الورعين يقتلوهم ذول الورعين اللي معانا. اوكي الله يا احمد، انا جمعت فلوس بلاوي، وقت اللي بدنا نروح على البث الاخير بدنا نشتري كل شيء بالحياه. كفو يا تاكو، يلا يلا تعال 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 شباب شباب، هيا هذا دشوفوه، شايفين هذا الورع قدامنا خطوتين مباشر قدامنا، شو ايش فيه؟ ايش فيك؟ في جماعة وشغلات. طب دوروا دوروا، اكيد في اغراض سريه يا شباب. ياب اكيد اكيد اكيد. اوه شوفوا شوفوا شباب، شوفوا يمكن الريحه تطلع. انا الريحه شوف، يب يب هذا سم. ايش هذا يا اخي؟ ليش هذا الزومبي كله غريب اشكالهم؟ اوه اوتاكو انت جلدت هسه هذا البوس، كان بوس هذا قدامك، شفته كيف كان طالع علي؟ مين جلده؟ انفجر انفجر. انا جلدته، انا جلدته، قلت له انفجر يا انفجر. ما كنت موجود، ما كنت موجود. وريع وريع وريع، تعال 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 شو، تعال هياته هياته. وينه؟ وين كان في واحد هنا شباب؟ شفتوه انتم؟ خلاص البوس يب انفجر عليك، بس احنا مهمتنا مو بس البوس، مو بس البوس هذا، شايفين ذاك الخطيه المسكين اللي عالق فوق؟ شايفين؟ نروح نحرره. يا نروح نحرره يا شباب، خلينا نطلع عليه على السريع. خلاص حرروه خلاص. ثاني انا اللي نخرج اصلا، اعطاك لك كفو. اعطيني وريع، حاضر 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 حاضر. شكرا 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 شباب شباب. هسه احنا شو نسوي؟ نروح على المكان مره ثانيه على المخيم مالتنا ونشتري اسلحه عشان نواجه اخر بوس لنا. تمام. اوه ماي جاد، يلا 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 ليتس جو شباب. الله اعطانا المهمه الرئيسيه، هسه اخر مهمه لنا لازم نروح لمركز الشرطه. اوكي وهنيك نجلد الكابتن مال الشرطه اللي هو تحول الى البوس مال المكان. واو هذا يكون خارق قوي كثير. بدي اشتري انا من اول. يلا 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 تعال 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 تعال. ايش رايكم ايش تشترون بالاول؟ ايش تشترون؟ نشتري في شادي، في شادي، في شادي. هذا شادي ما يبيع اي شيء غير بس يقايض فلوس الزومبي، يعطيني بها المواد اللي نفتح بها المحلات. اوكي ياسين ياسين، بما انه بعرف احمد كل شيء، خلينا نحط معانا كل فلوسه، فلوسنا معاه. كل فلوسه معاه. كفو كفو عليك، هو بيشتري لنا بزبطنا. قديش جامعين فلوس؟ جامعين اكثر مني بكثير. كفو عليك، احنا كلنا جمعيه خيريه مع الزومبي. كفو 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 يا شباب، كفو جمعيه خيريه مع الزومبي. زوايا خيريه.
اوكي شباب خلاص جمعت الفلوس كلها، جمعت الموارد. تعال تعال نفتح لكم اول شيء، ايش تبغون اختاروا انتم. افتح لنا كل شيء وبالاخير بنتقاسم. انتوا يلا خلاص تعالوا نفتح هسه كل شيء. اكل اكل شو هذا لازم نفتح. شو ايش فيكم ايش فيكم؟ ها لازم تدرس تقايض المواد يا شباب، مو قلت لكم شوف هسه فتح المعاد. اعطاك لك ورقه انا بعد اعطاني ورقه. هذه كل ما نفتح راح يعطينا هو اوتوماتيكيا، ما نحتاج نشتري. اوه اعطاكم هسه بعد مو صح؟ احمد احمد وراك ايش في؟ ايش في؟ ايش فيكم؟ راحة ايش حبيبي ورطاني حبيبي ورطاني. شو هذا؟ تنانين على سحابات، حاطين سحابات يفترون درع. اوه نقدر نمشي عليكم. اوه لا بس يخلصوا يا شباب. انتوا صرفتوا كل مالتكم، انا بقى عندي اثنين. يلا نستخدم مالتي. انا بعد عندي اثنين. انا نفتح الشيروكين. متحمس يستخدم الشيروكين؟ ياب مين متحمس يستخدمه؟ 12 شيروكين، 12 شيروكين مرة واحدة يا شيخ. اوكي خلاص ياسين حسيتهم فاتوا بقلبه. معي 12 شيركون يا شباب. تعالوا تعالوا انا بعد عندي شيركون. هذا شو هذا؟ شيركون شو هذا؟ شيركون اوكي اوكي شباب 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 خلينا نفك المظله يا شباب. اول شيء تعالوا وين وين السريع. هذه 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 المظله هذه راح افكها هسه. ينقصنا عملات. لا هذا بعد عملات من هذه. خلاص خلينا نروح نجيب على السريع فلوس ونجي. اوكي بعد لسه انا عندي بالانفنتوري بس اخذهم. اوكي شباب انا صار عندي فلوس كافيه، راح افتح هذا المحل الجديد. صار عندنا مظلات يا شباب. افتح المظله بس يبدل. يب يبدل يعطيك مظلات يا اتاكو. بس شباب شباب هذه المظلات تخلص يا شباب، لازم نشتري. تشترون اكثر ولا ما تشترون اكثر؟ ايش رايك؟ اشتري قد ما بدك انت، حتى لو واحده بس الك مشان نشوفها. خلاص انا اشتري. طب سوري راح اجرب. اجرب اثنين عندنا كل واحد. لا لا تجربه، لا نستفاد من عنده بعدين. حبوكس لا خلاص خليها خليها. صعب خوفني وانا ايش نسوي نستفاد من عنده يا شباب. اوكي شباب هسه عندنا اختيارين، نفك القنابل ولا نفك السيوف الكبيره اللي ترمي. قنابل 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 سيوف 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 قنابل 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 يلا قنابل. خلاص نفكهم اثنينهم. اوكي خلاص تحكي سيوف انت يا سيدي. اوكي يلا 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 فكوا اثنين وعدنا عندنا فلوس كافيه ان شاء الله. اوكي فكرت طب ليش عم بتحيرنا؟ فكرت ما يكفي الفلوس عشان نشتري سيوف اكثر. اوكي اوه ماي جاد رهيب منظر. اوكي هسه هذه فكينا سيوف شباب. الله عليها كبسه بخمسه. يب كبسه بخمسه شو؟ وينه؟ ايش كبير مره كبير هذا السيف. رميته؟ لا راح. لا ترمو شباب راح راح من عندك؟ كبسه ميم ترموه. لا يا رجال خلاص لا اشتري لك واحد ثاني. ايش رايك؟ لا لا ما معي واحد ثاني، هو بيعطيك خافين كسر. خافين كسر يا لا تاكو. لا برجع لك برجع لك يعني بترميه برجع لك وتاكو. اوكي اوكي لا راح ما عاد يرجع. ما عاد يرجع. اوكي شباب هسه نروح نخلص مهمتنا، نروح على البوليس. اوكي روح على مركز الشرطة على السريع عشان نقتل البوس الورع الأخير ونخلص المهمة. الله يعينك يا أخي. شو بتتصور وكيف حتكون قوته؟ أنا بقول حيكون جدا خالي. أنا بعد أنا بقول أنا حيكون شو اسمه قوي مثل أوتاكو يعني ضعيف. أوكي شباب رجعنا مرة ثانية لمركز الشرطة، بس هالمرة المرة المرة نحن لا نمزح. المرة كنت أطير. شفت 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 براشوت أسطوري. يلا انزل أوتاكو. كفو يلا تاكو. لا تخاف كفو. ايش سوي فيها نجي على الفاضي؟ ما بنستخدم نحن باراشوت بدنا ننزل. اوكي استخدم استخدم نزلت خلاص كفو شباب. يلا تعالوا هسه هسه وين نروح؟ اوكي مباشر مباشر شباب مباشر. البوس هيك حكى لك؟ يب 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 المعلم حقنا قال لي مباشر. ايش هذا بوس ثاني؟ لا لا مو مو هذا مو هذا هذا بوس ثاني. ارفع الشركن. هذا ايزي يا حبيبي. هذا ايزي مره ايزي. اعتقد ذاك اقوى واحد راح يكون بالحياه هذا اخي. ذاك مره اسطوري يكون ان شاء الله. بس ان شاء الله ما يخرب عليه القنابل. جهزوا القنابل شباب. اوه انا شايفه شباب والله. لحظه انا شايف وين؟ شايف الكتابه. تعال الحقوني الحقوني الحقوني. انا شايف 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 مو كثير بعيد. يب 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 الله اعلم. لا لا هي تقريب صار هي لا شو هذا يروح بعيد كيف؟ طيب يا عبقري لازم تلف له لفه كامله. شايف هذا عم بيعطيك السهم. من وين لازم فوق لفوق يا بيب الله عليك فوق. كفو كفو. اوكي بعد من وين هسه؟ طيب. من وين؟ من جوا من جوا من جوا من جوا من هون. خلاص تعالوا هسه من فوق مره ثانيه. ايش يصير؟ اوه يا اخي حاسس حالي ننزح حقيقي. يب اوكي خلينا تعترف انك نينجا حقيقي. انكشفت نفسك وتاكل حرام عليك. ننزح. اوكي يلا وصلنا يا شباب. هلا شباب عم يسدوني عم يسدوني. انكسر سيفك انكسر سيفك. مركز معاكم. اوه وين درعك؟ وين هدوم النينجا حقك ياسين؟
خلاص جلدنا. انا مفكر ذولا ورعين صغار طلعوا وساطين. هذا شباب شايفيه في الارض. هذا ليش اوكي ايزي ليش في الارض هذا؟ طيب لحظه لا مين فعلها؟ انا فعلتها. بدنا نشوف. ابغى انزل 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 لتحت. نزلت رميت على قنبله. شو بيصير؟ لا لا انحصرت انا بعد انحصرت. شباب بلش راح يموت شباب. وينه؟ متت شباب. اوكي والله قوي. كفو تاكو. ايش هذا؟ سلايم تحول. انا استخدم عليه القنبله شباب. استخدم عليه القنبله. خلي القنبله شباب وشباتكم شباب واسلحه تكون كل شيء يا حبيبي. هذه مو قنبله شباب. هذا يتكاثر. كيف يتكاثر هذا؟ بشوفه قاعد يتكاثر. يب سلايم حرفيا. اوكي لحظه خليني اشوف. ايش يشركون؟ رميت انا خلصت ما بقيت كلهم. الله علينا احكيكم شباب. ايش شعوركم واحنا جلدنا اقوى بوس موجود باللعبه؟ انا اريد ان اشكر اهلي من هذه المنصه واقول لهم شباب انا بحكي لكم انه انا كنت شاكك اني نينجا بس هلا اتاكدت يا حبيبي. الله عليك. انا كنت شاكك انك نينجا وهلا عرفت انك مو نينجا. انا لسه بقول اثبتنا انه توك نينجا. اوكي لينكو صريكو شباب. نهايه المقطع. اتمنى المقطع عجبكم يا شباب. عجبكم لايك اشترك اذا تكون مشتركين. ويلا باي باي. سلام. In your way, 'cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it.